جهزنا زمايلنا ومنصف تحديدا، انتوا عارفين يعني بيهوى لغه الاحصائيات والارقام، كاشفه لشكل سان داونز هجوميا ودفاعيا. طب نبدا الاول بالقيمه التسويقيه، وطبعا للموسم الثاني على التوالي سان داونز يعتبر ثاني اعلى قيمه تسويقيه لفريق في قاره افريقيا بعد النادي الاهلي. تمام، هي القيمه التسويقيه لو اتكلمنا عنها نتكلم عنها هو عن كل خط، يعني القيمه التسويقيه لمركز حراسه المرمى متوسط الاعمار طبعا 31 سنه، و الماركت فاليو هو ويليامز حقيقه برضو يعتبر جون ويليامز. لا ده انا مجهز لك في الحالات حاجات عن ويليامز بقى، نقطه قوه كبيره جدا جدا في اهم نقطه قوه فيه. المركز حراسة المرمى القيمة التسويقية 3.5 دي ماركت فاليو 2.13 خلينا في الجنرال على طول 2 مليون و13 والديفندر خط الدفاع القيمة التسويقية برضو لخط الدفاع 9 مليون و700 ألف تقريبا. الميد فيلدر وسط الملعب 10.5 مليون تقريبا، والأتاك مركز خط الهجوم القيمة التسويقية 7 مليون و250 ألف. متوسط الاعمار يعتبر مش صغير برضو بالهبل، يعني عندهم 27 سنه ونص. اصغر اصغر خط هو خط الوسط هو 25 سنة تقريبا سنة. وده مش صغير، يعني احنا لو اتكلمنا وشفنا بمناسبه ان احنا بنتكلم عن السوبر ليج، فريق انيمبا النيجيري عامل حاله غريبه جدا، يعني شفنا تشكيل انيمبا كله 16 سنه و17 سنه معظم اللعيبه، يعني تشكيل شباب صغير. كلهم شباب صغيرين، حتى في منهم لاعبين مرشحين للانتقال لاوروبا، وده من ضمن اهداف انيمبا في المشاركه في البطوله ان هي تعرض اللاعبين الشباب لتسويقهم فيما بعد. في نقطه ثانيه في قصه القيمه التسويقيه هي المتوسط، يعني طبعا الرقم اللي على اليمين ده هو متوسط القيمه التسويقيه للاعبين اللي بيلعبوا في الخط ده. تمام، فانا شايف ان في توازن في البادجت بتاعت، يعني تقدر تقول ان كل الخطوط قريبه من بعض من ناحيه المتوسط الفردي بالظبط كده على كل لاعب. بالظبط، لا هو فريق يعني قادر ان هو حتى في التعاقدات والصفقات يعمل صحيح. ينافس النادي الاهلي، وده اعلى 29 مليون يورو او 30 مليون يورو تقريبا، ده اجمالي القيمه التسويقيه لسان داونز زي ما قلت ثاني واحد في افريقيا بعد النادي الاهلي. طب نروح للدوري الجنوب افريقي اللي بقى الحقيقه سان داونز هو المتصدر، يعني بايرن ميونخ افريقيا او بايرن ميونخ جنوب افريقيا بالظبط كده. فاز بكل المباريات. انا بشوف الجدول متوقع الاقي منافسه بينه وبين كايزر تشيفز اورلاندو بايرتس، الفرقه اللي هي كانت بتظهر في بطولات افريقيا، لكن واضح ان الخريطه عندهم اختلفت تماما. لا وفي فرق بينه وبين المركز حتى الثاني قربنا الجولدن. لا هو العلامه الكامله، العلامه الكامله بالظبط 24 نقطه من 8 مباريات من 5 مباريات. لا من 24 نقطه من 8 مباريات. من 8 مباريات. في المركز الثاني جولدن، انا كان قصدي انه اخر 5 وكل الماتشات هم هنا بيجيبوا العلامات في السايد دي اللي خارج اخر خمس مواجهات. طبعا هو كل الثمان مواجهات فاز فيهم يعني ده الوحيد اللي نعمل له اكسبشن نزود له 3 بالظبط كده بالظبط. 17 نقطه جولدن. لا معلش خلينا في ارقام سان داونز بس. ارقام سان داونز ماشي. 8 مباريات سجل واستقبل، سجل 17 هدف واستقبل 3 اهداف، الفرق طبعا 14 طبعا هدف. في 8 ماتشات استقبل 3 اهداف، اعتقد دي قدرات دفاعيه طبعًا كبيره جدا. الماتشين اللي لعبهم بره الدوري مع بيترو اتلتيكو ما استقبلش وسجل هدفين، فبالتالي بتتكلم على فريق من بدايه الموسم مسجل 19 هدف ومستقبل 3 اهداف، قوه هجوميه فتاكه وقوه دفاعيه ايضا تحسب لموكوينا، لانه كان دايما سان داونز بيتقال عليه انه دفاعيا عنده مشاكل كتير وسهل جدا اختراقه وسهل جدا التسجيل، لكن اللي بيعوض ده هو قدراته الهجوميه العاليه جدا. واعتقد السيزون ده تقدر تقول ان القصه دي اختلفت. هو كمان من حسن حظ النادي الاهلي ان شاء الله، يعني نتمنى ان الغيابات تمتد لما بعد لقائي النادي الاهلي، ان شالويلي احرز 7 اهداف من 9 مباريات شارك فيها الموسم ده، وده رقم كبير جدا، هو هداف الفريق. كمان روبيرو البرازيلي عنده 10 مساهمات من 11 مباراة، وده برضو رقم كبير جدا، والاثنين حتى الان من اللعيبه اللي تاكد غيابها، الا بقى لو حصلت يعني معجزه. هو حتى مكوينا قال انا اصلي من اجل معجزه شفاء المصابين والحقهم لانهم هيصنعوا الفارق. هنيجي للمصابين وقصص
الغيابات ونقرا لحضراتكم ان هو عندهم اعتقد 7 أو 8 لعيبه هيغيبوا عن مباراه الاهلي، بس منهم 3 ما بيشاركوا يعني ما كانوش بيشاركوا، لكن منهم 4 أو 5 كانوا بيشاركوا كانوا مؤثرين، وفي مقدمتهم طبعا ويليامز وشالويلي واعتقد اونيانجو كمان ومورينا كمان، دول اللي حددهم مكوينا المورينا وروبيرو وشالويلي صحيح. وعندهم مكوينا اللي طرد في مباراه بيترو اتلتيكو مافالا اللي خد كارت احمر. طيب خلينا نروح ل ودي ارقام انا اول مره بشوفها مع فريق، يعني ارقام غريبه جدا بفكره معدل استقبالهم وتسجيلهم واحرازهم للاهداف. تعالوا نشوف كده الخريطه بتاعت كل متوسط 90 دقيقه بالنسبه لسان داونز على مستوى التسجيل وعلى مستوى الاستقبال. مصطفى دي التسجيل احرازهم للاهداف اول 10 دقائق طبعا ما فيش اهداف، ال10 دقايق التانيين يعني من تقريبا 29% تقريبا 30%، يعني انت بتتكلم على انه اعلى نسبه تقريبا. كل القدرات الهجوميه بتاعه سان داونز دايما بتظهر بعد الشوط الاول، الشوط الاول بعد اول 10 دقايق شفنا انه طبعا من اول يعدي اول 10 دقايق اللي هي بنقول عليها فتره جس النبض، ال35 دقيقه اللي بتنهي بيهم الشوط الاولاني هي دي الحته اللي بيشتغل فيها، هم بيعملوا فيها ضغط فعلا على الخصم بطريقه كبيره جدا، فبيقدروا ساعتها يحققوا الهدف وبيجيبوا اهداف منها. تقريبا 3/4 اهداف سان داونز اللي سجلوها في الموسم ده، 19 هدف اللي احنا بنتكلم عليهم سجلوها في ال 35 دقيقه دي الاخيره الشوط الاول، ال 35 دقيقه الاخيره في الشوط الاول، وربع الاهداف بس اتسجلوا في الشوط الثاني زي ما حضراتكم شايفين كده 12 و6 و12%. مظبوط. طيب نروح معدل الاستقبال نشوفوا بقى الارقام دي. معدل استقبال منظمين داونز يعني منظمين جدا، بس خدوا بالكم طبعا هنا عشان احنا بنتكلم على فريق استقبل 3 اهداف بس بالظبط، فالموضوع يعني انت ممكن تقول ان هو استقبل هدف في الدقيقه من 10 ل 20 وهدف في الدقيقه 60 وهدف في الدقيقه الاخيره. يعني بالزبط. ده مش برضه هو مش مؤشر ولكن مش مقياس طبعا، لان 3 اهداف فقط، فاكيد الثلاثه دول متوزعين زي ما جايين في الارقام بالزبط. كده بالظبط. بس والدليل ان الباقي اصفار، يعني باقي الدقائق اصفار، فهم استقبلوا الثلاث اهداف، هدف في الدقيقه 10 وهدف في الدقيقه 60 وهدف في الدقيقه 80. اخطر ومفاتيح لا نشوف الاول هدافين والاكثر صناعه للاهداف جاهزه ولا نروح للاعبين الدوليين اللي جاهز معانا. يلا دي اهم مفاتيح اللعب في او يعني اللي بيسجلوا اهداف في فريق سان داونز، هو لوكاس روبيرو طبعا كوستا اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو من اهم اللعيبه في فريق سان داونز اللي هيغيب طبعا بنسبه كبيره، احرز 5 أهداف، وشلويلي طبعا برضو هدفين، وكيكانا ده مساك احرز 2، ونيكاو الوينج رايت هدفين ايضا، ومديبة احرز 2 ايضا. طيب احنا كمان هنركز على دول في الملعب، ولما نقرا الحالات اللي معانا هنعرف نشوف ازاي سان داونز بيشتغل جوه الملعب وازاي يعني بيخترق اعتماده اكتر على مفاتيح لعبه. بعد دي نشوف الصفقات الاكثر صناعه، دول اكثر صناعه للاهداف، صناعه الاهداف طبعا بيتر تشالويلي طبعا بياتي في المقدمه، عمل صنع 2، بعد كده لوكاس روبيرو صنع هدف، ومايما ده لاعب مميز جدا صنع وسط مهاجم صنع هدف، وزواني طبعا هدف، والاندي هدف. يعني دول الابرز اللاعبين اللي صنعوا اهداف السيزون. يلا نكمل قائمه اللاعبين الدوليين عشان نرجع نتكلم على الحالات، ومحتاجين نسرع بس شويه. بيتر شلويلي عدد مباريات دوليه 49 منتخب ناميبيا، اونيانجو 35 مباراه دوليه كينيا، ويليامز حارس جنوب افريقيا 34 مباراه، زواني 33 مباراه جنوب افريقيا ايضا، ماكوينا 24 جنوب افريقيا، مورينا 17 جنوب افريقيا، روشندريك 17 مباراة جنوب افريقيا، موديبا 16 مباراة جنوب افريقيا، موداو 4 مباريات جنوب افريقيا، ميسيكو 2 مباراتين، وباس مباراة واحدة. يعني انت بتقرا اللعيبة، انت طبعا في ماسيكو جنوب افريقيا واوباس انت قلتهم كلهم جنوب افريقيا، كلهم جنوب، حالة برضه شبه جدا الاهلي، يعني فكرة ان القوام الاساسي لمنتخب مصر او العدد الاكبر من نادي واحد جوه منتخب مصر هو النادي الاهلي، هي نفس القصة برضه
في جنوب افريقيا. طب الصفقات الجديده بقى، واحد من الفرق اللي عملت صفقات مش بس من حيث العدد لكن من حيث الكواليتي كمان، بشوف انها كلها صفقات مثلت اضافه كبيره جدا لسان داونز. تعالوا نستعرض صفقات سان داونز مع بلال. يمكن في البدايه ياتي جونيور مندييتا، لاعب ارجنتيني جاي من استلابيونش الارجنتيني تقريبا، نادي بجنوب افريقي. فريق هو كان محترف في دوري في جنوب افريقيا وانضم السيزون دوت لاعب ارجنتيني. على فكره انديه جنوب افريقيا من اكثر الانديه اللي في قاره افريقيا كلها بتعتمد على المدرسه اللاتينيه. بعد كده ليسبانكو جنوب افريقي جاي من نادي مارومو، باتسو اوباس جنوب افريقي جاي من نادي جالاكسي، ولوكاس روبيرو لاعب برازيلي ولاعب مميز جدا جدا، يعني من اكتر اللعيبه اللي كانت بتعجبني في فريق سان داونز، جاي من بريفين البلجيكي، وماسيكو اللاعب اللي احرز الهدف الثاني في مباراه بيترو اتلتيكو، لاعب سريع جدا ولاعب مميز جدا، هو جنوب افريقي وجاي من نادي سوبر سبورت الجنوب افريقي. طيب تعالوا نشوف عدد الجنسيات او جنسيات اللاعبين الاجانب اللي من بره جنوب افريقيا اللي بيلعبوا في سان داونز. مصطفى يلا. ناميبيا في لاعب واحد طبعا شالويلي طبعا 2.5 مليون يورو. تشيلي اللي هو إليندي لاعب واحد 2 مليون يورو. الارجنتين زي ما قال بلال مندييتا مليون يورو برضو. زيمبابوي في منها لاعب واحد، بوليفيا لاعب واحد، اثيوبيا لاعب واحد، برازيل لاعب واحد، كينيا لاعب واحد، المغرب لاعب واحد، اوغندا لاعب واحد، اورجواي لاعب واحد. يعني شيلي والارجنتين والبرازيل والاورجواي اربع لاعبين وبوليفيا. خمس لاعبين من امريكا اللاتينيه، ولاعب من شمال افريقيا، ولاعب من امريكا الشماليه. مظبوط. والباقي منتشرين من كل القاره بقى، من اثيوبيا على كينيا على اوغندا على على زيمبابوي مغرب. على اثيوبيا على المغرب. يعني كولكشن برضو. لا هم عاملين كولكشن، يعني عاملين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لاعب محترف. 11 لاعب محترف اجنبي. ويعني بيشارك منهم حوالي 5 أو 6 لاعبين. طبعا امريكا الجنوبيه حاضره بقوه، يعني عندنا من تشيلي، عندنا إليندي، عندنا من اورجواي سيرينو العائد للمشاركه مره اخرى، عندنا من دييتا من الارجنتين، عندنا عبد المنعم بو طويل من المغرب، عندنا كمان روبيرو من البرازيل، يعني عندهم 3 لاعبين من امريكا الجنوبيه عاملين اضافه وعاملين تغيير لشكل وهويه الفريق، يعني قادرين يعملوا شكل مختلف عن باقي فرق افريقيا داخل الملعب. لو بتتفرج عليهم يا احمد، روبيرو ده لاعب مميز جدا، سيرينو شفنا تاثيره في المباراه الاولى صنع الهدف الثاني، وبالامس امبارح عمل مباراه كبيره كمان من دييتا الارجنتيني، وطبعا إليندي واحد من اميز اللاعبين لاعبي خط الوسط. يعني الانطباع اللي بقى موجود عندي بالنسبه وانا بتفرج على سان داونز، او الاحساس وانا بتفرج على فريق سان داونز، اللي كل العناصر بتاعته باستثناء حارس المرمى عندهم قدرات هجوميه عاليه. لا حارس المرمى عنده قدرات هجوميه برضه. حارس المرمى امبارح مكوين عمل حركه يعني تحسب له بصراحه بعد طرد مافالا، لو شفنا او اللي شاهد المباراه هيلاحظ ان هو لعب بويليامز حارس المرمى زي ما اونانا بيلعب في مانشستر يونايتد بالظبط، بدا يلعب يوزع الهجمات من على قوس منطقه جزاء سان داونز، وده ما حسسناش خالص ان سان داونز بيلعب ناقص لاعب، بالعكس ده من الدقيقه 1 او الدقيقه 2 بيلعب 10، وكان هو الاخطر وهدد مرمى بيترو اتلتيكو اثناء المباراه، وما يعني ما شعرتش وانت بتتابع ان ده فريق بيلعب ب 10 لعيبه خالص. فويليامز لا من اهم نقاط القوه لفريق سان داونز. فكره انه قبل ما اتكلم على الحالات، عايز بس احنا بنتكلم على كلاكيت تاني مره كولر مكوينه، يعني كولر لما جه افريقيا السنه اللي فاتت في اوقات كتير جدا ما كنتش تقدر تلومه، لانه مهما اتفرجت على فريق بيلعب كره في شريط فيديو او محل اداء اداك بيانات وارقام، مش زي لما تواجه في الملعب، ومش زي لما فكرك يصطدم بفكر مدير فني تاني وتشوف الفرقه بتلعب كورتها او بتقدم شخصيتها في الملعب. المواجهه دي بين كولر وبين مكوينه هتكون مختلفه في ايه؟ او ازاي هيفكر كولر في مواجهه سان داونز تاني مره في جنوب افريقيا؟ هتبقى مختلفه، لان انا شايف ان كولر المره دي هيعمل نفس ما عمل في مباراه سيمبا، مباراه الذهاب هيهاجم سان داونز في جنوب افريقيا.
انا متخيل ان كولر شخصيته خلاص يعني هو بقى عنده خبرات في افريقيا طبعا، وكمان كولر مدرب جريء وعنده شخصيه، فانا بشوف ان في هو في ناس كتير قوي مش هتتفق معاك يا احمد، يعني في ناس كتير هتشوف انه منتهى الخطوره انك تبدا في بريتوريا جيم مفتوح قدام فرقه زي سان داونز. لو انت ما هاجمتش سان داونز وسبت لهم الاستحواذ هتبقى مشكله كبيره جدا. اللي حصل في اول ربع ساعه في الشوط الثاني في مباراه سيمبا ممكن يتكرر في مباراه سان داونز، ان انت سبت الاستحواذ بعد ما تقدمت 1-0 برغم انت ضيعت فرص كتيره جدا. نقطة الضعف في سيمبا هي نفس نقطة الضعف في فريق سان داونز. بس العامل النفسي هنا يا بلال مهم جدا، يعني مهم جدا. دايما انا بقول وده حصل امبارح دايما بقول انه تعاملنا مع استقبال شباكنا لهدف قبل ما احنا نسجل محتاج شغل كتير جدا سايكولوجي مش فني، يعني فكرة انه الاهلي لما بيفقد المبادرة او انه الفريق اللي قدامه مهما كان اسمه في الدوري المحلي حتى مش بس في افريقيا لما بيبادر في التسجيل ده بيأثر على نمط لعب وعلى طريقة وتفكير لعبتنا بيبقى فيه